الآن عبر خدمة سكايب أرحب بالخبير في شؤون الاستراتيجية من عمان الأستاذ عمر الرداد. مرحبا بك أستاذ عمر. يعني يبدو أن بن سلمان بدأ يستعيد دوره وحضوره بعد حادثة خاشقجي، ويمكن يعني القول أن التقارب مع باكستان هو يعني تقارب استراتيجي. مساء الخير، أهلا بكم. بالفعل كما تفضلتي وكما تفضلتم في تقريركم، تقديري أن ابن سلمان يخرج الآن من حنق الزجاجة الذي وضع به ارتباطا بقضية خاشقجي. اليوم من الملفت للنظر أنه يتحرك باتجاه الشرق وليس باتجاه الغرب، وكأنه يرسل رسالة إلى أمريكا وإلى أوروبا التي اتخذت موقف لم يرضي السعودية بالتأكيد ارتباطا بشكوكها وضغوطاتها ومساوماتها للسعودية بخصوص السلاح بملفي خاشقجي وملف اليمن. اليوم يتوجه إلى الشرق، تبدأ هذه الجولة بإسلام أباد، ثم سيذهب إلى الهند، ثم إلى الصين. لا شك أن هذه الدول لم تتخذ مواقف يعني تشبه إلى حد كبير مواقف الغرب باتجاه خاشقجي، بل ظلت على مسافة واحدة اتجاه السعودية وتحديدا الباكستان. نعم. لكن لماذا الباكستان الآن؟ الباكستان تحظى بأهمية تاريخية لدى العربية السعودية، وهي علاقة استراتيجية منذ تأسيس الباكستان عام 48 وحتى اليوم. العلاقة ذات أبعاد متعددة، أبعاد اقتصادية، إذ بمجرد وصول ابن سلمان اليوم إلى إسلام أباد تم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية تتجاوز 20 مليار دولار. الأهم من ذلك أن ابن سلمان يرافق وفد يتجاوز 1100 شخص، غالبيتهم من القطاع التجاري والقطاعات الاستثمارية، ولعل أبرز مشروع سيقام في باكستان هو محطة التكرير النفطية الضخمة جدا، ويقال أنها من يعني من أكبر. طب عمر، أستاذ عمر، أريد أن أسألك، يعني قطر أيضا وحتى إيران حاولوا استقطاب باكستان، أين تكمن يعني أهمية باكستان بالنسبة لهذه الدول، ولماذا السعودية؟ حقيقة يجب أن نعود إلى تأسيس الباكستان وفكر وتكوين الباكستان منذ الاستقلال عام 48. الباكستان انتزعت من الهند باعتبارها دولة إسلامية، وكان ذلك بدعم من المملكة العربية السعودية. إذن البعد الإسلامي أو كون الباكستان هي أحد أبرز الدول الإسلامية بهذا العدد الضخم جدا، مئات الملايين من المسلمين، كان هذا مرتبط ارتباطا وثيقا مع المملكة العربية السعودية، وكل باكستاني عموما قلوبهم تهفو إلى مكة وإلى المملكة العربية السعودية. أستاذ عمر، يعني أعتذر قبل أن يداهمنا الوقت، أريد أن أسألك، يعني هل الاستثمارات السعودية في باكستان من شأنها أن تقنع يعني إسلام أباد أن تتنازل عن دورها الحيادي الذي أرادته أو الذي أراده عمران خان؟ أبداً، الباكستان منحاز إلى المملكة العربية السعودية، هي لا تريد أن تصعد مع قطر على ضوء الخلاف بين الجانبين، لكن كل العلاقة الاستراتيجية واضحة جداً بين المملكة السعودية وباكستان. هذه العلاقة لا تحتاج لكثير من الأدلة، كل رؤساء الباكستان، رؤساء وزراء الباكستان الذين تم الإطاحة بهم أين ذهبوا؟ نواد شريف، قبله برويز مشرف، الكل يذهب وجهته إلى المملكة العربية السعودية. الزيارة، لكن ما أريد أن أشير له أن هناك جانبان سريان في هذه الزيارة، ربما تحدث هناك اتفاقات بخصوص الصواريخ والأسلحة الباكستانية والخبرة الباكستانية المتطورة بعمليات إنتاج السلاح، ربما تكون هناك اتفاقات كما أشارت بعض المصادر الغربية. الموضوع الثاني، ربما يلتقي ابن سلمان مع رموز وقادة حركة طالبان الأفغانية أو بعض ممثليها في باكستان للحديث حول المفاوضات التي تجريها مع واشنطن. الخبير أستاذ عمر، أريد أن أشكرك، الخبير في شؤون الاستراتيجية من عمان الأستاذ عمر الرداد، جزيل الشكر لك.